السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا المشروع نتاع تهيئة تهاليز مدينة الجزائر العاصمة واللي تقع على مستوى ساحة الشهداء والواجهة البحرية المقابلة لساحة الشهداء. إذا اليوم نقف على جانب من الأشغال نتاع هذا التهيئة إثر زيارة تاع والي ولاية الجزائر العاصمة إلى الموقع نتاع المشروع. إذا نلاحظ أنه الأشغال تعرف وتيرة جد سريعة، وكذلك بدأت تظهر شيئا فشيئا هذه الفضاءات اللي الأكيد سوف تنضاف إلى الفضاءات العامة اللي تخص كثير في مدينة الجزائر المكتظة بالبناءات. إذا تهديم بناءات وتوسيعة الفضاءات والمساحات هذا أمر جيد سوف يعطي نفس نوع من الراحة في النفوس. أترككم تتابعون هذا الفيديو في هذا الموضوع، والسلام عليكم.